فبالتالي الاقتصاد السوداني في السابق والاقتصاد السوداني في الحالي، مرورا بحقبة النظام المعزولي إذا قلنا مثلا يعني، فعايزينك تغير لنا المشكلات المرض على الاقتصاد السوداني في الفترات السابقة واللي يعني حاليا هو موجود في أنفاق مظلمة يعني. طبعا المشاكل بصورة عامة الاقتصادية الموجودة أو الوضع الاقتصادي اللي قلت لك، لأنه هي مرتبطة بالتعليم. أيوة، كان اللي قلت لك اللي هي ظاهرة في حتة زي دي، لكن أجيك للحلول بتاعة المشاكل دي. طيب. لأنه مثلا وقت تكلمت لك عن عدم وجود احتكار الثروات بتاعتها وتفلتها، تفلت وما في سياسة تحكم تفلت وجبت الثروة لخزينة الدولة، فانت عشان تعمل اشياء زي دي بتحل الثمانية ولا تسعة نقاط اللي قلت لك بتاعت المشاكل بتديها حلول. بمعنى اول بترجع هيبة الاقتصاد كويس، بمعنى ان شنو؟ الشركات الامنية والعسكرية دي كلها بترجعها، كلها ما في حاجة اسمها شق انتاج عسكري ولا شق انتاج مدني ولا غيره، دي كلها بترجعها لتحت هيمنة وزارة المالية كويس. التعدين في كل الدول الوطنية ما بتدي للأفراد، وبعدين بعض الأفراد يمسكوا يكونوا مالكين شركات ومالكين غيره، في النهاية يجوا يحاولوا يمولوك انت. ليه ما يكون في تأميم لكل مصادر الثروات المعدنية او النفطية او غيرها، وتبقى شركة وطنية تقول لها كل الأشياء دي، وحتى لو جاية عادة تتعامل مع بالباطن مع بعض الشركات ما اكثر من سنتين للاحتكار، ما تدي اكثر من سنتين عشان ما يكون في احتكار كويس، وتتعامل في حته زي دي. كل التاميم ما حاجه اسمه جبل فلان ولا حته الفلانيه تبع الشخص الفلاني ولا الشركه الفلانيه، كله يكون قرار بتاع تاميم للشعب السوداني لوزاره الماليه هي والشركات الامنيه والموارد.